السلام عليكم، كي صبحتوا مزيانين هانيين كدايره مع الصحيحه؟ كلشي على خير، نتمنى كلشي يكون على خير وبخير. نهار جديد وفيديو جديد، ونهار الفول بالثومه. الفول في الدار، الفول هو هذا. الفول في الدار هذا كتو غادي نصابوه بالثومة على العواد. الفول باقي صغير، ما فيهش هذيك الجنب ديالو، ما فيهش شاي، باقي طري صغير كما كتشوفوا. تكون كبيره شويه يمكن نحيد لها الجنب هذا. الفول الصغير طري، ها خا ميمكنش ندير الموس، منديروش كاع على حسب طري، ما فيهش ديك السيالة، ما فيهش شي، كلو طري تبارك الله. قطع صغير هكا، واللي بغى يقطع رقيق رقم هالشي رقم يمكن كلو دلوه. وبعد ما نقينا الفول وغسلناه ورديناه يفور كما كتشوفوا، هو على العواد، طيبوه على العافية، نبرمو الكسكاس والفول هو فيك يطيب. كما كتشوفوا الفول هو كيطيب، وهادو الشروط ديال الفول. دقينا الثومة خضراء والقزبر والكمون والتحميرة والحار، الحار كيبقى اختياري، والملح باش دقينا القزبر والثومة في المهراز. ما كتشوفوا الزيت، غادي نديهم نقليهم على العواد.
شوفوا لها مطابق بالثومه.